ومن القلعة البيضاء إلى أخبار القلعة الحمراء، حيث يخوض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم مباراة ودية مع فريق عامر جروب استعدادا لمواجهة سموحة الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جلسة خلال الساعات المقبلة مع عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لبحث ملف الصفقات الشتوية التي يرغب الجهاز الفني في دعم الفريق بها خلال الفترة المقبلة.